وزميلتنا سلمى موجودة بوسط البلد لحتى تقدم لنا فقرة جديدة من كل فقرة الأسبوعية اللي عم تقدمها وإحزرها مع سلمى. صباح الخير سلمى. صباح الخير سلمى. صباح الورد يا غادة، صباح الورد لكل معك بالاستوديو، صباح الورد لكل شخص عم بحضرنا من وين ما كان. أنا اليوم موجودة بأحلى مكان بعمان بوسط البلد، رح نشوف الناس شو عم تعمل هون، شو عم بيشتغلوا، كيف بيقضوا يومهم. صباح الخير. ما اوكي يلا رح نكمل يومنا ونشوف الناس شو عم يعملوا بالبلد. رح احكي معك انت بالاول، قرب لعندي، حط الكمامه اول. انا مبسوطه كثير انك انت عم تحط الكمامه بالبدايه. تعرفني على اسمك؟ ابراهيم هشام عبده. شو اسمك؟ ابراهيم هشام. ابراهيم كيف صحتك؟ الحمد لله. شو عم تعمل بالبلد مع البابا؟ لا عم بشتغل. طيب قل لي، رح اسالك سؤال ورح تحاول انك تجاوبني. اكثر اشي بتاكله انت باليوم شو هو؟ الحمام. اكثر اشي بياكلوه الناس بالعالم شو هو؟ البيض. يعني ثلث سكان العالم في اشي معين بياكلوه كتير. رح اعطيك خيارات، خبز، رز، رز. شو اكثر اشي؟ رز. متأكد؟ مظبوط. اذا الرز هو اكثر شيء بياكلوه ثلث سكان العالم. الف مبروك، ربحت معنا جائزه مقدمه من العملاق. رح نكمل مشوارنا بالبلد. صباح الخير عمي، كيفك؟ صباح الخير. هلا. تعرفنا على اسمك؟ احمد زايد. كيفك استاذ احمد؟ الله يرضى عليك. الحمد. طيب شو عم تعمل بالبلد هون ومن اي ساعه بتيجي؟ صاحب محل انا من الساعه 9. من الساعه 9. طب بالعاده بتفتح قبل ولا بس مع الكورونا صرت تفتح على 9؟ لا دائما على 9. دائما على 9. طيب رح اسالك سؤال، شو هو أكبر نوع حيوان بالعالم؟ أكبر نوع حيوان في العالم الحوت. متأكد؟ 100%. أي حوت؟ الحوت الأزرق على ما أعتقد. يا سلام على الإجابة الصحيحة 100%. مظبوط، الحوت الأزرق هو أكبر حيوان بالعالم. ألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من العملاق. رح نكمل. يسعد صباحك، كيفك؟ الحمد لله تمام. عرفنا على اسمك. ظافر أبو رياش. شو اسمك؟ ظافر أبو رياش. أوكي أستاذ، رح أسألك سؤال على السريع، في حيوان ما بيطلع صوت أبداً؟ حيوان ما بيطلع صوت أبداً. تخيل. شو؟ حدا حكى إشي؟ حيوان ما بيطلع صوت أبداً. كتير طويل هو الإشي، لك طول لك طول. زرافة. يا سلام، مزبوط، الزرافة هو الحيوان ما بيطلع صوت ابدا. الف مبروك، ربحت معنا جائزه مقدمه من العملاق. ان شاء الله نهارك كله يكون حب وسعاده وسلام، وهي الامنيه كمان بتمناها لكل شخص عم بحضر دنيا يا دنيا. دائما انا بحاول اركز انه نروح على الاماكن اللي فيها اكثر ناس، اللي عم بشوف فيهم شيء ما بشوفه باي مكان ثاني. الحب اللي عم بشوفه بالبلد مش عادي، الفرحه، الأمل بالناس رغم بساطتهم إلا عندهم أمل كتير حلو. رح نكمل مشوارنا بالبلد. حاتم امشي أعطيني طريق. يلا رح نشوف هون الأخ. صباح الخير، كيفك؟ تقرب بس لعندي. كيفك؟ صباح النور. تعرفني على اسمك؟ معتز الزغول. كيفك معتز؟ أهلين. قل لي معتز، شو عم تعمل بالبلد؟ والله بتمشى بالبلد. لأنه بتمشى بالبلد. لأنه البلد هو روح الأردن. روح الأردن. تفطر، تتغدى، شو بتعمل؟ جاي افطر عند مطعم هاشم. طيب قل لي بشكل عام كل قد ايه بتنزل على البلد تفطر؟ يعني انا كل اسبوع مرتين او ثلاثه بنزل. حلو حلو، كل اسبوع مرتين. طيب قد ايه عندك معلومات شوي سياسيه نوعا ما؟ زي مثلا الحرب العالميه الاولى متى كانت؟ حاعطيك خيارات، 1914، 1916، 1920. 1914. تأكد؟ شو وضعك؟ 14؟ يا عمي اليوم الناس مصحصحة وثقافتهم كتير عالية، إن شاء الله دائما بتكون هيك. مزبوط، 1914 كانت الحرب العالمية الأولى. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد. رح نكمل مشوارنا بالبلد. عم نشوف الناس جاي من الصبح بنشاط وبحب وبابتسامة عريضة، عم تبلش يومها بأمل جديد وبأمل إنه يكون اليوم أفضل من امبارح ومن قبله. صباح الخير، قرب لعندي. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. تعرفني على اسمك؟
اسمه سلام وسام. قد ايه عمره؟ 17. 17. طيب قل لي كل قد ايه بتنزل على البلد؟ قداش والله تقريبا كل اسبوعين. كل اسبوعين. كيفك انت والتعليم عن بعد؟ الحمد لله كويس. ممتاز؟ يعني اي اكثر حاب التعليم عن بعد ولا ترجع على المدرسه؟ اكيد نرجع على المدرسه. ترجعوا على المدرسه اكيد. هي طبعا امنيه كل ام عم تحضرنا. طيب رح اسالك سؤال سالته قبل شوي ولكن عشان عمرك رح ارجع اسالك اياه نفسه. في غذاء اساسي بنتناوله نحن كل يوم وهو هذا الاشي بيتناولوه 3/4 العالم، يعني هذا الاشي مشترك بين كل العالم. خبز قريب شوي يعني خيارات خيارات. طيب الخبز، الرز، العدس. الرز. الخبز، الرز، العدس. الرز. تأكد. الرز. مزبوط. الرز هو الغذاء الأساسي المشترك بين العالم جميعا. تفضل. ألف مبروك ربحت معنا جائزة مقدمة من العملاق، والعملاق هو عم برعى فقرتي كل يوم أو كل أربعة بجوائز مميزة ورائعة من عنده. بتمنى لكل شخص عم بيحضرني من وين ما كان يوم جديد ويوم كله رزقة وبركة وفرح وسعادة. وهلا صار لازم نرجع لعند دنيا يا دنيا.